كثير من الناس يقشرون الفواكه والخضار قبل تناولها ويرمون قشورها في القمامة غير مدركين الفوائد الصحية التي تحملها هذه القشور. فأهمية الفواكه والخضار مشاهدينا لا تقتصر على الثمرة، بل إن قشورها أيضا قد تحمل فوائد أعظم. لذلك ينصح أخصائيو التغذية بعدم رمي القشور وبالاستفسار حول فوائد كل منها وكيفية استخدامها بطريقة تفيد الجسم أو البشرة. الفوائد الصحية والغذائية التي تقدمها قشور كثير من الخضار والفواكه نتعرف عليها ضمن فقرة كيف الصحة لهذا اليوم. حول فوائد قشور الفواكه والخضار نتحدث مشاهدينا عن فوائدها مع الدكتور محمود الشيخ علي، أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب، وهو انضم إلينا مباشرة من غزة. دكتور محمود، يسعد صباحك. أسعد الله صباحك وصباح المشاهدين الأعزاء. أهلا بك. إذا نتحدث دكتور عن قشور الفواكه والخضار، ما هي القيمة الغذائية اللي بتتميز فيها هذه القشور؟ يعني بداية الله سبحانه وتعالى عندما خلق الفاكهة أو الخضار وخلق لبعض وخلق لها القشور، القشور لها فوائد سواء للثمرة نفسها أو فوائد لجسم الإنسان. نعم. بالنسبة للثمرة كنوع من الحماية من البكتيريا والميكروبات إلى آخره. أما بالنسبة للإنسان، من أهم فوائد بعض قشور الفواكه والخضروات تحتوي على ألياف، سواء منها الألياف الذائبة في الماء أو الغير ذائبة. يعني الألياف في جزء منها له دور في تخفيض مستوى الكوليسترول بالدم الضار، وأيضا جزء من هذه الألياف له دور في علاج الإمساك ويعتبر ملين طبيعي. أيضا كثير من الفيتامينات والمعادن تختبئ مباشرة تحت هذه القشور، فلها قيم غذائية وعلاجية، ليس فقط غذائية أيضا علاجية. لكن للأسف الشديد انتشر يعني عند كثير من الناس ونزع هذه القشور وتناول بعض الفواكه بدون قشورها. دكتور، خلينا في موضوع القشور وفوائدها الغذائية، هل كل أنواع الفواكه والخضار قشورها متشابهة لناحية الفوائد الغذائية؟ لا طبعا. يعني احنا مثلا لو بدنا نيجي على البطيخ، مثلا ناخذ فاكهة البطيخ. نعم. البطيخ لو احنا اخذنا القشر تبعه وجففناه وبعد ذلك طحناه، هنلاقي انه من اهم فوائد قشور البطيخ انها مخفض للكوليسترول، مخفض لضغط الدم، مدرة للبول، يعني انها مضادة لالتهاب البول، ايضا تعتبر مقوية للكبد. لو اخذنا مثلا قشرة الموز اللي احنا بنرميها. نعم. قشرة الموز تحتوي على اللي هو المادة البيضة تحت القشرة مباشرة، تحتوي على مادة مضاد للبكتيريا ومضاد حيوي، ممكن استخدامها لعلاج حب الشباب. أيضا قشور البطاطا، تحت قشور البطاطا بتحتوي على كالسيوم ومغنيسيوم وغيرها من الفيتامينات اللي بتلعب دور أساسي لدعم الجسم وتعويضه بمثل هذه العناصر. أيضا الكيوي مثلا، الكيوي تعتبر من الفواكه الرائعة جدا وتعتبر مضادة للأكسدة، وقشر الكيوي تحتوي على مضادات الأكسدة. يعني إحنا بنحكي عن فوائد كثيرة لهذه القشور، وتختلف من فاكهة لخضار حسب المواد الموجودة في القشرة أو اللي تحت القشرة. تمام. مباشرة. طيب دكتور محمود، كل القشور بالإمكان يعني تناولها وأكلها وبشكل لا طبعا. يعني احنا مثلا نحكي مثلا عن الفستق، مثلا الفستق القشور لا تؤكل لانها بتحتوي على مواد صلبه، لكن ممكن ان تستخدم يعني في 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 مجالات اخرى، في الصناعات الاخرى. لكن لما بنحكي عن الفواكه اللي احنا متعودين عليها زي التفاح، طبعا الموز ما بناكلوش بقشره، لكن ما نرميش القشر، ناخذ الماده البيضاء اللي هي تحت القشره. الكيوي ممكن نعصره بقشوره، المانجا نعصرها بقشورها. ليش؟ عشان نحافظ على الألياف الموجودة على لهذه القشور. حتى يمكن في دراسة غريبة، يمكن
يمكن لأول مرة المشاهدين يعني يسمعوها أو يسمعوا عنها. تفضل. أنه في دراسة طلعت قالت أنه ما نغسلش بعض الفاكهة ما تنغسلش، لأنه بتحتوي على نوع من أنواع البكتيريا النافعة لجسم الإنسان، تحديدا الناس النباتيين. مثل شو دكتور يعني محمود؟ يعني القشور. في ما هي هذه الأنواع التي ينصح بعدم غسلها؟ يعني مثلا موضوع التفاح. نعم. كانت الدراسة بتحكي انه الناس النباتيين ما ياكلوا التفاحة بدون غسل. ليش؟ لانه وجدوا انه في بكتيريا نافعة موجودة على هذه القشرة اللي هي اللي بتحمي اصلا القشور من العفن. وهذا كانوا بيحكوا عن الناس النباتيين، لانه هاي البكتيريا هي في الاخر كائنات حية. لكن دكتور يعني بيكون في عادة بنعرف انه في رش لمبيدات قاتلة للحشرات والى ما هنالك تستخدم اليوم في البساتين والكروم، ألا تضر هذا؟ صحيح، احنا بنحكي عن التفاح اللي مش مرشوش، يعني التفاح الآمن. تمام. لكن حتى عشان احنا نحكي بالجزئية هذه، حتى التفاح المرشوش او البندورة الى اخره، ما المواد الكيماوية هي ما مش بالقشرة برا، هي دخلت جوا، يعني هي صارت جزء من الخلية. لذلك ما حتى مفهوم انه انا امسك الخضرة واغسلها واذا انا غسلت راح اتخلص من المواد السامة، هذا الموضوع مش صحيح على الاطلاق. انا ممكن اتخلص من البكتيريا الضارة، لكن المواد السمية دخلت في انسجة في انسجة النبتة وفي انسجة الفاكهة. لذلك غسلها مش راح يحل المشكلة، لا بيقدم ولا بيأخر غسلها. لكن ابدا. طيب دكتور. نعم. بعض القشور يعني ايضا تستخدم يمكن لعلاجات طبية غير الفوائد اللي بياخدها الجسم. ما هي هذه القشور التي تستخدم في مستحضرات طبية او حتى في معالجات لبعض الأمراض الجلدية وغير الجلدية وممكن استخدامها في المنزل؟ صحيح، يعني احنا مثلا بنحكي عن قشر البرتقال مثلا. نعم. قشر الليمون، يعني لما احنا بنقشر الليمونة لو اخذنا القشرة مباشرة وحطيناها على البشرة هي مضادة للالتهاب، بجانب انها بتعمل على شد البشرة بالذات البشرة الدهنية. عندنا مثلا قشور البرتقال برضو يستخلص منها بعض الأدوية للبشرة لغناها بفيتامين سي والسبيرتو او الايثانول الطبي اللي يستخدم لتطهير البشرة، وموجود طبعا بنسبة يتحملها البشرة، وبالعكس هي صديقة للبشرة. ايضا زي ما حكينا قشرة الموز، لو احنا حطينا لما نقشر الموز المادة البيضاء على البشرة، اذا كان في عندي لسعة بعوض، اذا كان في عندي حب شباب، برضو راح يساعدني في العلاج. ايضا قشر المانجا، لو احنا حطينا قشر المانجا مباشره على البشره فهو راح يكون مرطب. ايضا قشور البندوره، يعني كثير من الناس للاسف لما بيجوا بعصروا البندوره بيرموا القشور. احنا بنقول لست البيت اياك انك ترمي قشور البندوره. قشور البندوره تعتبر ماسك رائع للبشره، تحديدا للنساء بشرتهم دهنيه. ايضا الناس السيدات التي تعاني من التجاعيد، بدل ما نرمي القشور نعملها ماسك على البشره مده ربع ساعه، لو عملناها 3 مرات بالاسبوع راح نطحنها ام لا مثل ما هي بنوضعها على الوجه كما هي. بعد ما نعصر البندوره بناخذ القشور وبنحطها بنحط القشور مباشره على الوجه، هنلاقي اذا في تجاعيد بدات تختفي، هنلاقي اذا في سواد برضه ممكن يخف، وهنلاقي في نتائج كبيره. وكذلك قشور البطاطا، بعد قد ايه دكتور ممكن نلمس هذه النتائج؟ ممكن بالنسبه للبندوره ممكن بعد اقل من اسبوعين تبدا تلاقي في نتائج. وكل يوم الاستخدام لقشور بالنسبة لقشور البطاطا برضو تعتبر مغذية للبشرة. حتى في العادات القديمة للعلم، يعني كانت البنت لما تيجي تتزوج كانوا دائما يطعموها حبة بطاطا بقشورها، طبعا مش مستوية طبعا. ليش؟ لأن كانت بتعمل نوع من الإحمرار للخدود، يعني يعني ميك أب طبيعي. حلو. طيب هل بالإمكان استخدام هذه القشور بشكل يومي أم لا إلها مضاعفات في حال استخدمت بكثرة؟ يجب استخدامها بشكل طبيعي. إذا بنحكي عن الأكل مثلا، نحكي عن التفاح، يجب أن تؤكل بقشورها. أكبر غلط تقشير التفاحة إلا للأطفال طبعا عشان موضوع الألياف، إنما المانجا البطاطا البندورة كلها يجب أن تؤكل بقشورها. حتى زي ما حكيت لك مثلا موضوع البرتقال، لو أنا القشر جففته
وممكن استخدم مشروب قشور البرتقال برضو كتير كويسة تقوي جهاز المناعة. قشور البطاطا ممكن اجففها وبرضو اشربها ممتاز جدا. قشور الترمس يعني احنا في عنا يعني مفهوم خاطئ انه لازم نرمي قشر الترمس انه القشور هاي بتعمل مشكلة. هذا الكلام خاطئ. يجب تناول الترمس بقشوره. لما للقشور تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتحتوي على الألياف. حتى الناس اللي بدها تحافظ على وزنها او تعمل نظام غذائي دائما بنقولهم كلوا الترمس بقشوره. الناس اللي معها سكر اللي حابة تنزل سكرها برضو تناول الترمس بقشوره ولكن يكون قليل الملح. انما النباتات اللي الفول احنا ايضا دكتور قشورها ممكن نجففها. الفول ايضا بقشره كمان يؤكل طبعا. اي فاكهة يمكن وخضار يمكن تناوله بقشوره لا تتردد ان تتناول القشور قبل تناول الفاكهة. ليش؟ لانه زي ما قلنا كثير من الفواكه والخضروات تختبئ بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تحت القشرة مباشرة. فلما انا بقشر البطاطا مثلا انا فقدت جزء كبير صار عندي حب يعني بس كربوهيدرات نشويات الفيتامينات والمعادن مختبئة تحت القشرة. لذلك لازم نتناول القشور قبل ما نفكر بتناول الفاكهة والخضار اللي اذا يمكن تناولها. البعض بيقول دكتور محمود انه القشور تعمل على قطع الشهية فلذلك هذا مفيد ايضا لمن يعني يتبع نظام غذائي مخصص للوزن. طبعا احنا زي ما حكينا بالبداية قلنا انه معظم القشور هي تحتوي على كمية كبيرة من الالياف ومعظمها الياف. في عنا نوعين من الالياف، في الالياف التي اللي هي الزائبة في الماء والغير زائبة، سواء بتخفض الكوليسترول او بتعمل على حالة من الامتلاء. يعني لما انا اكل الترمس بقشوره القشر راح يملي حالة من الامتلاء في المعدة ما راح اشعر بالشبع، والشعور بالشبع تلقائي راح اتناول كمية قليلة من الاكل ويصير عندي زيادة في معدل الحرق. ايضا الالياف تبطئ تحويل السكريات المعقدة الى سكريات بسيطة مما يحتاج الى سعرات عالية اكبر في عملية الحرق، وهذا كله بيساعد في عملية في انقاص الوزن. وقس على ذلك طبعا مرضى السكر والضغط وغيرهم. لذلك للقشور اهمية كبيرة يجب انه احنا لا نتجاهلها في حياتنا اليومية. طيب دكتور هذه القشور فوائدها فقط هي ني أم إذا طبخت أيضا تحافظ على نفس النتائج وعلى نفس الكميات الغذائية والفيتامينات اللي نحتاجها من خلالها؟ طبعا عملية الطبخ بشكل عام أكيد لها تأثير سلبي في بالذات بعض الفيتامينات التي تتأثر بالحرارة، لكن برضو لو أنا بدي أطبخها مش لازم أستثني. على سبيل المثال القمح مثلا، للأسف الشديد اليوم احنا الطحين الابيض او الدقيق الابيض هو اللي احنا بنتناول بشكل يومي، لكن في اليوم اللي احنا ابتعدنا فيه عن تناول القمح الكاملة بقشورها بدأت تظهر عنا السمنة والامراض بالذات في المجتمعات العربية او المجتمعات اللي بتعتمد على الخبز بشكل يومي. لكن لو احنا رجعنا لتناول القمح بقشوره او تناول دقيق الشعير راح تختلف حياتنا تماما. كمان اعتمادنا على الرز وبعدنا عن الثقافة تبعتنا، الثقافة تحديدا الفلسطينية والتراث الغذائي الفلسطيني في تناول البرغل اللي أصله كان برضو قمح، أكيد راح حياتنا تختلف. لذلك يجب تناول حتى في الدقيق القمح والشعير يجب أن احنا نتناول القمح بقشورها. دائما بقول انه ربنا خلق القمح بقشرها فليش نرميها؟ ليش نلعب في حكمة ربنا؟ القشر هذه لولا لها فوائد على جسم الانسان لما خلقت. طب من اين اتت ثقافة نزع القشور عن الخضار والفواكه دكتور؟ يعني لو بدنا نحكي عن القمح مثلا، لو انت بدك تستخدم طحين القمح في عمل الكيكة راح يكون صعب. لذلك لما انت بتشيل القشور لانه القشور ثقيلة، فمثلا في الكيكة مش راح تنفش الكيكة، فاستئصال القشور راح يساعد اكثر في عملية التصنيع الغذائي. للأسف الشديد الانسان اليوم صار يبحث عن الشكل ويبتعد عن المضمون، يبحث عن الكمية وبطل يبحث عن النوع. لذلك نزع القشور هي مفيدة كتير في عملية التصنيع الغذائي، لكن المصنع الغذائي في بعض الأحيان يكون وبال على الإنسان أنه احنا ابتعدنا على الطبيعة وابتعدنا عن الشيء اللي خلق الله كما هو وبدأنا نبتكر أساليب وطرق جديدة للطهي. صحية مريحة وشكلها أفضل وإلى آخره، لكن للأسف ابتعدنا عن القيم الغذائية. عشان هيك اليوم الإنسان
الإنسان مريض. اليوم الإنسان يعني نحن بإيدنا عم نخلي كل هذه المنتجات تخسر جزء كبير من فوائدها. في مفاهيم خاطئة أيضا دكتور محمود عديدة يعني ورثناها عن أجدادنا، لسيما مثلا قشر الليمون أنه هذا بيعمل عفوني في المعدة أو بيساهم على وجود دود، إلى ما هنالك من مفاهيم خاطئة. ماذا تقول في هذا الجانب؟ وهذا نفس الشيء اللي احنا لما حكيت عن قشر الترمس، احنا ما تاكلش الترمس بقشره لانه الترمس مثلا بيعمل مشاكل. ونفس القضيه اللي حكيتها وقشر البتنجان، لا هذه بعض الاعتقادات الخاطئه. لكن هنا اجى دور العلم الحديث يقول لا، لازم انه احنا ناكل الشيء كما هو. حتى البرتقال لما احنا كنا نقشر البرتقانه كنا نشيل اللب الابيض لانه اعتقاد ان اللب الابيض هذا بيعمل دود، بينما في الحقيقه اللب الابيض يدخل في التصنيع الغذائي وحتى سعره مش رخيص. لذلك الاعتقاد والانسان دائما يرجع للفطره بالتفكير البسيط، انه لولا، هرجع تاني اقول، لولا انه هذه القشور لها فوائد للثمره ولجسم الانسان لما وجدت. لذلك يجب ان نحافظ عليها او نستخدمها في علاجات او في التغذيه بطرق مختلفه. لكن أنا من خلال يعني شاشتكم يجب، وبالذات إحنا كفلسطينيين، إحنا للأسف الشديد اليوم بدأت تغزونا بشكل كبير الأكلات الجاهزة والمصنعة، في ظل أنه قبل 40 سنة أو قبل 30 سنة كان الإنسان عايش على الفطرة، يعني عايش على الأكلات الشتاء، الخبيزة والبصارة والعدس. اليوم الجيل اليوم للأسف في كتير ناس من اللي بشوفونا مش عايش على الهمبرجر والبيتزا. لذلك نعود إلى الأصل، بقول لك الجيل الجديد عايش على البرجر والبيتزا. طبعا، وهذه كارثة للأسف. لذلك وين يعني هذه الدور، البرامج مثل البرنامج اللي احنا فيه هو احنا نعمل توعية للناس. وانا حديث اليوم للشعب الفلسطيني تحديدا. نعم. جماعة احنا شعب يجب ان نكون اقوياء، احنا مشوارنا طويل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وحب الى الله من المؤمن الضعيف بجسده وبنفسيته الى اخره. لذلك واحنا عندنا طبيعة رائعة، احنا من افضل مناطق العالم. لذلك يجب اليوم في اوروبا تحارب الوجبات السريعه، اليوم قاعدين بفرضوا عقوبات مثلا على المطاعم اللي بتقدم وجبات سيئه او مشروبات غازيه للاطفال. اليوم احنا للاسف بدات تتصدر لنا، بينما الطبيعه مليانه زي ما حكينا، سواء صحيح، من الفواكه او من الخضار او من الاعشاب الطبيعيه الموجوده عندنا، اللي احنا بنعتبر من يعني رقم واحد على مستوى الاعلى على العالم في النباتات الطبيعيه. طيب دكتور محمود، اليوم متوفر في الأسواق يعني القشور المجففة، قشور الفواكه والخضار المجففة، هل تنصح فيها؟ وفي منها كمان على شكل كبسولات تباع كمكمل غذائي بالصيدليات. نعم. ما فيش مشكلة إذا هي تم تجفيفها بالشكل الصحيح، وانه انا بدي اتناولها لا باس في ذلك. زي ما في فواكه مجففه وفي خضار مجففه، ايضا في قشور مجففه، وبامكاني ان اجففها في البيت. يعني زي ما قلنا، اذا انا مثلا بديش اكل، بدي اقشر البطاطا، بجفف القشور البطاطا وبطحنها وممكن اضيفها على الاكل، يعني بدون حتى ما ادخلها بطبخ، لانه عمليه التجفيف بحد ذاته هي عمليه السواء لبعض هذه القشور. انما سواء انا تناولت النبات الطازج او اخذته مجفف لا باس في ذلك. يعني بيحافظ المجفف على نفس القيمه الغذائيه اذا ما تم ادخال له اي مواد اضافيه ثانيه. بالفعل، هي التجفيف هي نوع من انواع الحفظ، مثل التجميد، مثل التجفيت حسب طبعا، لكن اهم شيء انه يتم تجفيفه بالطرق العلميه الصحيحه بحيث نحافظ على القيم الغذائيه الموجوده في القشور. ومش هيك وبس، يعني انا ادي لك مثال بسيط على موضوع القشور اللي احنا كل يوم بنرميها. مثلا التومه، الست لما بتعمل ملوخيه ولا اي طبخه بتروح بتقشر التومه وبترمي القشر. صحيح. بينما قشور التوم في العصور الوسطى كان يستخدم في تعقيم غرف العمليات. لذلك قشر التوم ليش نرميه؟ ممكن احنا نغليه ونستخدمه مثلا للشعر كمضاد للبكتيريا، مضاد للقمل، كمقوي لبصيلات الشعر. ايضا قشر البصل في الحضاره الصينيه والهنديه، قشور البصل احنا بنرميها، بيشرب المغلي تبع قشور البصل لانقاص الوزن وتخفيض الضغط وتقويه جهاز المناعه. لذلك هذه نصيحة لي يا ست، قبل ما ترمي أي قشور من فاكهة أو خضار تأملي فيها جيدا وثقي تماما أنه كل شيء أنت راح ترميه له فائدة على جسم الإنسان.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود الشيخ علي، الأخصائي في التغذية العلاجية وطب الأعشاب، على كل ما أفدتنا به حول قشور الخضار والفواكه. شكرا.